مجد بحري. تسمع حوار الطرشان وانت جوعان وعطشان، هالبلد كله خراطة ونحنا رايحين سلاطة. تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل، قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة. نحنا تفرعنا عدنا المورد على البلاطة، ما تقلي هلأ عنكم هي اسمها مشاي، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول، سمعتك صاير مصطول، سمعتك كله معقول، سمعتك مين المسؤول، سمعتك خيل البنزين، سمعتك عم يغلط حين، سمعتك رفنا التأمين، سمعتك عم نشكل مين. قليلة شكل الله مش غلط، قبل الظهر وبعد الظهر شدوا وقدوا كذب الليل دايت وعلي شوية من. طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش، ساقطر عم يعمل لبنان عم ننام بالهمام، قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة، نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة. ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشايل، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول، سمعتك صاير مسطول، سمعتك كله معقول، سمعتك مين المسؤول، سمعتك غيل البنزين، سمعتك عم يغلط حين، سمعتك عرفنا التأمين، سمعتك عم نشكي لمين. كيفك انت؟ ايوه امال الارنب كل ما اخذ حبه بركتنا ورا. كلنا نقدر على الثاني ولا بنشوفه. يا الله خبرينا بعد، خبرينا بعد. عندك غيرها؟ بس حلو انه كل ما اخذ هيدي هيدي خبرتينا تبعت المره بتروح عند اللحام، هيدي كثير حلوه كثير قويه. لا لا في وحده جديده هلا. مرحبا شباب. اهلا جمال، اهلا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ الحمد لله على السلامة. طولت عليكم مو؟ ايه امتى جيت؟ لك لساتني واصل. ايه الطريق من حمص لا على بيروت اخذت 3 ساعات. والله بتيجي من حمص دغري ولا بتمر قبل؟ لا جيت من المدينة من حمص. دغري. منيح الحمد لله على السلامة. شو اخبارك؟ منيح. قد ايه باقي هلا؟ باقي شي 3-4 ايام. يلا عاد هلا اقعد عم نخبر نكت. هلا بتخبرك كل نكت. عم بتخبري نكت مثل عادتي. يلا اسمعها النكتة، ركز معي. يلا هاتي خبرينا، انا بحب نكتك. ظريفة. يا حياتي ثانك يو. ايه في واحد اجى لعند رفيقه قال له معي فانوس سحري ماشي، اول ما بعمل له هيك بقوم له اي امر بينسحر. قال له يا عمي شو فانوس سحري ما سحري؟ قال له طب شوف. حط هالفانوس طلع مارد هيك، شبق مارد طويل عريض. قال له عملنا فنجانين قهوة هيك دغري بسحر. طب فنجانين قهوة ليه؟ عن جد فانوس سحري؟ بشرفك بيعني اياه. هذاك بده يشتري؟ ايه بده يشتري. قال له شو بيعني اياه؟ ما بيعني اياه. قال له بيعني اياه هلا، قد ايه بدك حقه؟ قال له مليونين. مليونين؟ قال له ايه. راح هداك بيع بيته وبيع سيارته وبيع كل تيابه وضل بالشرط واجى لعنده بده يشتري. قال له هو مليونين وبيعني اياه لفانوس. اخذ المليونين، اخذ هداك الفانوس هيك فرحان فيه فانوس سحري، وصل هيك على بوره حط الفانوس حفوا لفانوس طلع المارد. طلع في هيك قال له ليك سيصيرنا هلا ب $100,000. قال له لا انا ما بعمل غير قهوه. حلو كثير. يا ويلي قلت لك يا ويلي يا ويلي حبيتها. حلوه. ما فهمتها. والله ما عم بفهمها ابنو. فانوس سحري وما بساوي الا قهوه، ما بساوي الا قهوه. ولك وليه على قد يخرب ذوقك على نكتك ما اهضمك. انو ابو جاسي اسمع هالنكتة. ايوه Thank you.
بونجور مسيو. مسيو مسيو بونجور. اهلا. عفوا حضرتك استاذ فايز؟ نعم انا باين علي استاذ فايز ولو بعدين انتوا هالمواطنين تجونا قبل الضو منطروا للواحد هالموظف المعطر يكون فتح راسه تقدر ياخذ ويعطي معكم مع معاملاتكم الزفت انه قبل الضو يعني تعي الساعة 12 وحدة لكن نفقنا كلك زوب مسيو شو المطلوب هلا شوفي حضرتك استاذ فايز لا وين مكتب استاذ فايز؟ استاذ فايز بدي عزبك ترجع تنزلي على مدخل البناية ايه ترجع تعد الطوابق طابق 2-3 وأول مكتب على اليمين مسيو نحن هلأ بالطابق التالي ما توجعي دراسي مثل ما بقلك انزلي ورجع اطلع عد ليهم الطابق الثالث اوقات واحد بيتغلط 1-2-3 اول مكتب على اليمين ما معقول ما معقول دويركم انتوا ما معقول بس اوب هيك ايوه في واحد هون لك جلدتها وينها هاي 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 بدي اعزبك يا حبو اللي عم تسالي عنه سبيز يا حبو ايه شكرا كلك ذوق بس على صوت واطي الله خليكم ما تطلشوا من راسنا احكوا ناقشوا عربي لا في قله ذوق بس هالقد بعد مش طبيعي بونجور مسيو استاذ فايز ما هيك شو بكون همتكم ثقيله ليه ما بتحكوا نعم عندي معامله حصر قرف تفضل هاد كلفك 200 دولار ليه ما تكلفني 200 دولار هيدي دوائر رسمية ومفترض معاملات ببلد مسيو شو بك؟ الله معك يي؟ مدام عيب تكلفك 200 دولار ليه ما تكلف 200 دولار؟ مدام ليك الملفات قدامي ليك شو عندي شغل ماني فاضي انا هلا هيدي شغلتك استاذ انا عندي حقوق وواجبات وهيدولي من واجباتك لو سمحت تفضل يا مدام مدام شغلي لالك شغل هي شغلي مش من عندي يعني انا مدام ريما يا شايفة الليستة عندك هون؟ ايه حصر إرث 200 دولار حلو نعم البنا والعمار تكلف 500 دولار هيدي مكتوب رشاوي فوق مسيو ايه هيدي ليستة الرشاوي اه عم تطلب مني رشوة علنا ايه عم تطلب مني رشوة علنا ايه يعني مدام إذا واحد نظم لكم إياها تنظيم مرتب مش عاجبكم لا 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 هيدا الشيء مش مزبوط ما بدنا نكون قاعدين بجولة ولا ما بدنا أنا بدي أشوف المدير بدي أشوف المدير بدي أخرب لكم بيتكم اثنيناتكم وينو المدير؟ فوق حلو واثق يعني أوكي هجيب المدير لهون يلا وجه راسك أنت وياه خلص مش عاجبها مع السلامة شو ما عم بفهم سميت مع مدامنا هلا شو طلبت منها أنا شو ما عرفني تفضل مسيو تفضل هيدا هو المصرف هيدا هو وهيدا كمان كان عم بيساعده لحظة روقي طلب مني رشوة مسيو ما معقول روقيني شوي روقيني شوي اعطيني اياها تفضل اعطيني اياها مين هو اللي طلب؟ هيدا هو انت طلبت هي. منها؟ نعم استاذ 200 دولار فرجاني على الورقة كمان ورشوة هيك علنا ما معقول هدي لي اعصابك شوي انت طلبت منها 200 دولار؟ نعم على حصر الإرث؟ نعم استاذ يي وبعيدة كمان وبكل عين وحة بتقلي ايه نعم أنا عم بحكيك لإلك نعم أستاذ أديب طلبت منا بكامل قواك العقلية 200 دولار على حصر إرث مزبوط ماشي الحال ماشي الحال عم يقول إيه إيه نعم مدام بكرة 9 الصبح بتكوني عندي بتكون معاملتك حاضرة ولا يهمك على الحبس ولا يهمك بده يروح على الحبس هيدي شيء هدول الموظفين البلا روقي مدام معلش مش قادرة مسيو مش قادرة روحي ريحي لي أعصابي هيك كيف صفر وجهك روحي بتستاهل شو ما بيصير فيك خلص عندي الساعة 9 الصبح ولو يا بهيج ولو شو انت عقلك بالمره شو انت منو شو انت بلا مخ ليه بس استاذ شو 200 دولار على حصر الارث ايه بس استاذ اديب حي ما هي حضرتكم ما حاطين تسعيره نحن حي لك يخرب بيتك وبيت بيتك حصر الارث صار 400 دولار الله لا يوفقك بشيء اللي خلقك 400 دولار حصر الارث شو حاطط لي هون بنا وهيدا 500 دولار اللي صارت 1250 ما دوبل الاسعار تضرب منك لا له انا ما خصني هو ما عنده الليسته انت ما خصك ما بتعرف انت عندك الليسته لا ما عندك لحظه ما نزلوا لك الليسته لا استاذ قديم ليسته الرشاوي الجديده الرسميه ما نزلوا لك اياها لا انا فرجيها لمرفت على كل مش الحق عليك الحق عليا هي نعم استاذ قديم هيدي هلا ببعت لك نسخه منها هيدا اقل شيء دوب وتريب صار شو بدك ياني فلس لا بدك ياني ننام بالطرقات لا بدك ياني نفى الجوع نفى انت العيش لا ايه خلص عوض حلك
كلها تغيرت هاي الاسعار، يخرب بيتك منك لإله. عليك يا فهيم، ما بعتوا لنا هن. خلص عدمني اياك انت وياه، انا ببعت لك الليستة. ما تكون جابتنا البوليس هيدي كمان هلا، وريع على القصة. عليك مش غلط. مش غلط. ايوه. فين يا خشب لما كنا نجارين؟ ايه عامل ايه يا خاينة؟ معلمه الرقص يا اخويا والله. بتعلميه الرقص؟ انت بتعمل هنا ايه يا معلم؟ خاينة لا له ساعة لا يطلع الكاف، ما قلنا الا 10 دقايق طارقين اياه. معلي بس يتكفي. شو كفي؟ ويا لا 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 ارجوك ما تعملش كده. استنى ايه؟ انت حسابك بعدين يا معلم. بشويش يا ممدوح، انت خليت لي عقل عشان الشويش. انا حوريكي. ما تقولش لابويا والنبي. حوريكي عند العمدة. لا هو قال عمدة؟ هيقول لابويا العمدة. ابوكي احنا كنا فين؟ حط الكاسه. تحط مصر الجديده سعيده حلوه سعيده. ما تجيبه المصلات البعيده امرها نجيب الكاسه. لا يا علي ايه بتقول؟ ايه يا ممدوح؟ زي ما بقول لك يا معلم، شفتهم بعيني دول اللي هياكلهم الدود. سكتوا ده واسمعوا ده. ايه اختي دولة بتخوني مع مرع خطيبي؟ ما تخلصي خالص يا وليه. لا 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 لا، الجوازة دي مش ممكن تتم ابدا. ايه بتقول ايه يابا؟ لا يابا انا عاوزة اتجوزه، يعني عاوزة اتجوزه. ما تشخطيش في وجهي يا وليه. لك يا عم وين صار الكف؟ بده ساعة يطلع دغري. يطلع طلع كده يابا. ايوه كده. بتضربني على وشي يابا. اشكري ربك اللي ما قتلكيكيش. انا عاوزه اتجوزه. خلاص اخرسي خالص. وانا اعمل ايه يا حمضه؟ وانا اعمل ايه؟ هتجنن هتجنن. انا اقول لك ايه تعمل؟ روح الواد البراعي وتجيب اختك من هناك، اختها مراتك تجيبها لي. انا اعرف كيف اربيها، انا اعرف ازاي اربيها. وجب يا معلم، اللي يسيب قاره يتقلب اقداره. ويا ايه ده؟ يا ايه؟ طير طيران. حمامة يا اكسلانس. حمامة بيضة. طلقني يابا. طلقني؟ ما انت بنتي يا وليه. انا عايزة اتجوز. خلاص انا عايزة اتجوز. اتجوز المخرج، اتجوز الكاميرامان، المهم انا عايزة اتجوز. انت مش حافظة السيناريو ولا ايه؟ انت بنتي. انا عايزة اتجوز وخلاص. تتجوزني يا مروان؟ تتجوزني؟ خلاص انا هتجوز مروان. يلا. هو ده ميكينج ولا ايه؟ حرام عليك يا ممدوح،
بشويش حنعمل حادثة. اخرسي يا خاينة. أنا خاينة؟ عملت لك إيه؟ أنا شفتك بترقصي له، أمال بتعملي له إيه؟ ما رقصه، ده أنا بديله دروس خصوصية في الرقص، حرام عليك. رقص إيه اللي أنت جاي تقولي عليه؟ رقص إيه؟ اللي أنت جاي تقول عليه إيه؟ خلينا في الجد الجد، هلا هلا على الجد والجد، هلا هلا عليه. بشويش حرام عليك، هنعمل حادثة. أنا مجنون. أنا عايز أطلقك. لا ما تقولش كده. وهطلقك في اللحظة دي. لا لا حرام عليك. انت طالق. لا طالق. مش مش هنعمل مجنون. طالق حسن. التيار والتكتل برحب بالجميع، ونحن بصدد اليوم نكون قدام فضيحة مزلزلة ومدوية رح تكون بالأوساط المجتمع اللبناني، لأنه نحن رح نعلن هلأ عن شغلة اكتشفناها تثبت أقوالنا. وفي ناس عم بيقولوا كنا عم ندعي هالشي، لا اليوم رح تتأكدوا أنه ما كنا عم ندعي هالشي، كنا متأكدين من هالشي، والدليل موجود معنا اليوم، دليل حسي رح تشوفوه كلكم. رح تسألوني عن شو عم بحكي؟ رح قلكم عن شو عم بحكي. عن شو عم تحكي؟ عم بحكي عن المقابر الجماعية. كلها ما تقولوا ايه، ما تقولوا ايه، ما تقولوا ايه، هيدا موضوع اساسي. في ناس مختفيين ما نعرف وين مصيرهم، في ناس عم بيطالبوا بإعادة مفقودين. نحن اذا ما سعينا ورا شيء ما رح نعرف وين مصيرهم، ما رح نعرف شو صار فيهم. اليوم عم بقول لكم معنا دليل حسي يثبت انه في مقابر جماعية، والمسؤول عنا طبعا ما رح سميهم، انتم بتعرفون انه القوات اللبنانية، وهالشيء بأكد أكثر وأكثر اليوم إنه هن ضلاعين ومضبوطين هالشيء. وهلا رح تشوفوا الدليل موجود قدامكم. مستعدين أنتم يا جمهور ويا شعب ويا صحافي ويا مجتمع مدني ودولي، مستعدين تشوفوا الدليل الحسي اللي رح نعرضه هلا قدام الشاشات؟ نعم أكيد. إذا مستعدين قولوا لي تجيب الدليل. خلينا نشوف. طبعا خلينا نشوف الدليل. رح نجيب الدليل. إلي جيب لي هالدليل تقلك. أوه أوه فرجوا. كانوا عم يتحدون انه لاقي عظمه. لاقينا عظمه. هي حبه 90، هي اللي حبه العظمه اللي بتثبت انه هن متورطين. ما قدروا نقبوا مظبوط بحالات لما كانوا عم ينقبوا. نحن عرفنا كيف بننقب، قلنا لكم نبشوا منيح، ما كنتوا تنبشوا. هينا جبنا عظمه هلا، هالشيء يثبت انه كان في مقابر جماعيه مسؤول عنها القوات اللبنانيه. ما بقى في مجال لشك، ما بقى في مجال واحد يقول لا، لازم هالشيء يعرف عن كل المجتمع الدولي العربي. العظمه دي كلها معنا صحفي عربي كمان. سيدي نعم، اسمح لي اعرفك على نفسي. نعم تفضل. باحث عضيمكوف. نعم. انا اصلي روسي. نعم. انا باحث جيولوجي. نعم. في علم الاثار. نعم. والعظام. نعم. دعني القي نظر على هذه العظمه لو سمحت. تفضل. ايه نظره؟ نحن جايبينها تنعرضها للجمهور للراي العام. نحن ما لنا بصدد ان نخبي شيء ابدا بعد اليوم، لانه الفضيحه صارت مفضوحه ومعروفه عند كل. تفضل شوف شو بدك تفحص. فحص. لك الحظ ان اكون موجودا معك. اهلا وسهلا فيك، مش فرقان معك. لألقي نظره على هذه العظمه ولاثبت اذا كانت هذه العظمه كما تقولون. حضرتك بعدك عم بتشك بالشيء اللي عم نقوله. قال لك لا، ولكن تفضل حضر. من باب الحشريات. خذ لك بقى. مجلنا الشيك معظم. بين عظمة سيدي أنا أعتذر منك. خير إن شاء الله. ولكن هذه ليست بعظمة بني آدم. نعم؟ ما يسمى ببني آدم. ليش يا أخي من عظمة بني آدم؟ إنها ليست مدى عظمة بني آدم يا سيدي. بني آدم طويل. عظمة إنسان. قطعته كبيرة. لا لا لا، مدى عظمة إنسان يا سيدي. عظمة شو هاي؟ هيدي عظمة ديناصور. ديناصور؟ 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 هيدا أنا حامل عظم الديناصور. أطول منك العظم. عفو 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 عفو، دعني أثبت لك ذلك. انظر، هذه عظمة إنسان. يعني واحد طويل. ولكن هذه ليست بعظمة إنسان، عظمة ديناصور. ديناصور؟ ديناصور؟ للمسلم جدلا أنا ديناصور، تفضل ارتاح.
هالشي لكن خليني اقول الراي العام جميعا، هالشي بيثبت وبأكد انه القوات اللبنانيه هي الضليعه مباشره بعمليه انقراض الديناصورات بالعالم، وهذا الشيء ما في مجال نتراجع عنه. ويعطيكم العافيه. خلص هن المسؤولين عن انقراض الديناصورات. بس دفعوا لي عنه هذا شو كان؟ هذه يا حبيبي ما عندكم شيء تعملوه غير يقيد ديناصورات الارض ولا من ارضه. خلص قوموا يا عمي قوموا. كلي بدي نفي دي يا الله وحدكم حبيتوا ليه بتجيبوا التاميت مهدولي شباب بتاكلوا اكسلون سيناريو بعدين اكلاج وكل شيء حلو. انا حبيت هذا المشهد لما البطله تكون عم تاكل طالعه طبيعيه مقنعه عجبني الاخراج تبعه عن جد عم تاكل كانها عم تاكل عن جد سيناريو سيناريو لا يا انا حبيته كثير هذا الفيلم بس بدي يعني بدي لكم شغله اللي قال ما تزعلوا مني عن جد جو سوي ديزولي بوكو لانه جينا حضرنا الفيلم هون مع البابل العادي اه وي بس انه عن جد بوعدكم لا دوزيام فوا لا بروشين فوا رح تحضروا تحضروا الموفي عندي نو اي بابا بده يركب هوم سياتر عم تمزح لا كثير منيح نحضر لحالنا وناخد درينك وولع سيجار على ليلي برتاح بالسيجار وبتحت ما بقول ودي راسك بليز بدي اشوف الموفي ودي راسك ايه لا عن جد من هاخير على الاخر من هاخير لحظه بس اخيك بيا هيدا الميك بعرفه وي سي اسو مون امي انتيم اسو نوفو ريش اه ايه اوني لا اسو اوني لا فيان سبا مرحبا سبا كيف جيتك اهلا صحيح شو المزح هيدا لا هيدي مسحة هيك على الخفيف ايه مثل مسحاتك تبع ال السوشي اغاب ايه تبع فوار كنتوا هون بالسينما ايه وين بابكا السينما وين كنا سينما عن جد انت كتير دجلاس ليه ما بقولوا سينما شو بقولوا سيني ايه هي ايه زوروني كل السينما مرة حرام شو حضرت شو هذا منفوش بوب كورن شو حضرت حضرت بوشكاش يا لطيف خزق لي مساريني تقتق لي خواصري عن جد في محل بيكون في هذا جرن السمك حده واقف جرن؟ ايه في بقلبه زرمباية جوا هذه السمكة عن جد شو عم تحكي عم تحكي شوي عربي يعني بشرف شينوا يمكن زرمباية هذه كريس بشرف لونها فست بقلبها جايف لونها اصفر ازرق بس خليه يدقلك خليه يدقلك لصاحبه لبابا خليه يبعث لنا الشوفير تبعه ياخذنا اوكي اوكي بليز بليز وبس جرن السمك بس يا لطيف ايه كيفك عمو فرانسوا ايه بليز في مجال تبعث لنا الشوفير تبعك لبابا اه ولا اه دكور طيب اوكي لا خلص هلا بنشوف شو بنعمل اوكي باي هذا عمو فرانسوا ميتران اه ولا ايه هذا صاحبه لبابا فرانسوا ميتران رئيس الفرنسي لا ميت لا هذاك فرانسوا ميتران هذا مين هذا فرانسوا ميتران من بيت ميتران من بيت ميتران ميتران كريستوف هلا بيبعتنا شوفير نروح معه لا خليكم لحظه صغيره الو الو هو عم بيقول لي ايه عبدو ايه بودي ايه حبيبي يلا جيت اوكي يلا نحن ظاهرين تروحوا معي هلا بالعربيه تاعيتي تاعيتي وي سي لو برينو فيمينان بوسيسيف سينغولير يلا اوكي اوكي بودي اوكي سي تاعو ماسكولان اه داكور يلا بودي يلا مفزور فزر ايه يلا اوكي حبيبي يلا مين بودي هذا عبد المنعم ياي شو يلا تروح معي ليش معك سيارة؟ ايه معي عربية مولا؟ ايه اوكي من سيما؟ كلكم بتساعوا ايش لك؟ وي سفافا وهون حطيتها بالبورة برا خلص بقى بالبورة تحت السنوبرة مشي بيجي عليها هذا الورق وكذا يلا خلص يلا عن جد كتير يا اسو بليز سمعنا مزيك تكرم عينك ما تكرمي يلا اسمعي سموا وانا الحافظ
بونجور مدام. بونجور مسيو. ممكن نعرف شو عم تعملي على المزبوط؟ صراحة عندي مشكلة كتير كبيرة وما عم بقدر حلها. شو هي؟ المشكلة إنه جوزي هيدا هو بضل يخونني وكل مرة بيجي لبستيك فوندوتان كحلة وبعدين من بعد ما طعميه قتلي كل يوم بيتدمى فمشكلتي مثل ما هي واضحة إنه كل تيشيرتاته صارت مدبغة. طيب وين المشكلة على المزبوط؟ ليش ما بتنظفيهم؟ لأنه الأرجح إنه المنظف اللي عندي ما عم بينظف التياب منيح. عم تستعملي مسحوق عادي. شو رأيك بأيريوكس؟ جربتي شي مرة أيريوكس؟ خليني أعرفك على أيريوكس. تفضلي مدام. أيريوكس فعال كتير، منظف فعال. شلحي القميص مدام، شلحي التيشيرت لزوجي. يلا هلا بنحط شوي هون بالمي، رح نعمل تجربة قدام الجمهور مباشرة. ايوه مسيو، يلا برافو. أبضاي انت، أبضاي. شلحي اياهم كلهم. اوكي لحظة، قد ايه في عليها بقى مدام؟ رح نحطها بمي فاترة، انجق مي فاترة، ننطرها شوية لحظات بس واشوف الفرق. تفضل خلي هيدا معك مدام. لحظة، التيشيرت اللي كان لبسها جوزك كيف صارت؟ ناصعة البياض بفضل أيريوكس. أيريوكس هو المنظف الفعال ومنظف بيزيل كل انواع الوساخة حتى الزوجية. مع أيريوكس حبيبي صار فيك تخوني قد ما بدك. من الأول اخترعوا أيريوكس. أيوة يلا روح تفضل. قرب قرب رح يبلش بجهازك حاجة تبحث. اسمع حوار الطرشان، انت جوعان وعطشان، هالبلد كله خراطة ونحنا رايحين سلاطة. تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل. قرب نسهل عنا، حط بإجراك الشحاطة، نحنا تفرعنا عدنا نبورد عالبلاطة. هتقلي هلأ عندكن هي اسمها مشاي، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول.